إذن في عودة على مواكبة هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي السابق لأوانه في محطة ثانية من ثاني مركز اقتراع بدائرة مدنين المدرسة الابتدائية ابن خلدون، هذا المركز مسجل به 5770 مسجل، وهو طبعا كما كنت قد تحدثت ثاني أكبر مركز اقتراع على مستوى الدائرة الانتخابية مدنين بعد مركز حومة السوق جربة 2 مارس بوملال الذي يضم 6067 مسجل. هذا المركز يضم 10 مكاتب اقتراع. الإقبال طبعا العملية كانت قد انطلقت في حدود 8 صباحا، الإقبال كما تشاهدون يعني يمكن أن أصفه بالوتيرة الضعيفة نوعا ما مبدئيا، على خلاف مدرسة حي الزيتوني التي كان أمامها عدد لا بأس به من الناخبين في انتظار فتح الباب. هنا أغلب المتوافدين أو جزء كبير منهم هم من كبار السن. سنتقدم إلى داخل المركز لنقل مباشر لهذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي السابق لأوانه. أعيد وأذكر هذا ثاني أكبر مركز اقتراع بدائرة مدنين يضم 5770 مسجل موزعين على 10 مكاتب داخل هذا المركز. كنا قد تحدثنا إلى عدد من المقترعين في مركز حي الزيتوني وكانوا يعني قد أكدوا أن العملية تجري بسلاسة ودون أي تعطيلات. شاهدون عدد لا بأس به من كبار السن. مكتب اقتراع عدد واحد. وفي عودة على الأرقام دائما التي مدتنا بها الهيئة الفرعية للانتخابات بمدنين، الدائرة الانتخابية بمدنين مسجل بها 290162 مسجل موزعين على 247 مركز اقتراع بها 611 مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية مدنين التي تضم 9 معتمديات. هذا الاستحقاق الانتخابي السابق لأوانه طبعا يتنافس فيه 26 مترشحا بين مستقلين ومرشحين عن أحزاب سياسية. بالنسبة لهذه العملية الانتخابية في مدنين يؤمنها نحو 2450 عون تابع للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بمدنين، ويراقبه 48 مراقبا تابع للهيئة. والاستثناء هذا العام طبعا هو منح صلاحية الضابطة العدلية لرؤساء مراكز الاقتراع لمعاضدة مجهودات المراقبين. هذه الصلاحية تمنحهم يقومون بمقتضاها بمراقبة العملية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع وأيضا في محيط مراكز الاقتراع، وطبعا تقاريرهم ترفع إلى الهيئة في حال تم رصد أي مخالفات أو جرائم انتخابية. طبعا هذا الإجراء اتخذته الهيئة خاصة أن هذا العام ولأول مرة الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع يعني تزامنا مع الحملة الانتخابية للتشريعية. يعني هناك تداخل بين الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع وبين انطلاق الحملات التشريعية، وكما نعرف هناك مرشحين عن أحزاب، لذلك فإن الهيئة ارتأت منح صلاحية الضابطة العدلية للرؤساء المراكز. صباح الخير، سامحني. صباح الخير، وجوه الأمن. تفضل.
إذن أعيد وأذكر، نحن داخل ثاني أكبر مركز اقتراع على مستوى الدائرة الانتخابية بمدنين. هذا المركز يضم 5770 مقترع موزعين على 10 مكاتب داخل هذا المركز. نسبة كبيرة من المتوافدين على هذا المركز هم من كبار السن كما تشاهدون. طبعا العملية ما زالت في بدايتها، انطلقت في حدود 8 صباحا، وهنا دعوة إلى كل المسجلين إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، وهو حق وواجب الاقتراع. أذكر هو حق وواجب. طبعا العملية انطلقت في حدود 8 صباحا في انتظار يعني تقييم وتيرة الإقبال على مراكز الاقتراع بالدائرة الانتخابية بمدنين في محطات لاحقة.